سجال وإلى حد الفوضى دون الخروج بنتيجة. لا أعتقد هناك إمكانية لإيجاد تسوية سليمة، لأن الأطراف مرتبطة بأجندات، البعض منها مرتبط بأجندات خارجية تحديدا إيران وتركيا. إيران لا تريد لما يسمى بالبيت الشيعي أو المكون الشيعي إلا أن يكون موحد بحكومة واحدة وتكون هي بيضة القبان في هذا البيت. خروج بعض عناصر البيت الشيعي أو المكون، تخشى إيران أن البعض منهم سيلجأ إلى المعارضة وبالتالي ربما يتحالف مع خصوم إيران، أو أن أولئك الذين محسوبين على إيران يخسرون مواقعهم ويضعف تأييدهم إلى إيران. إيران ستلعب دور مهم، والسفير الإيراني الجديد وهو ابن النجف، مواليد النجف، والذي بدأ الاصطفاف لزيارته مو من قبل الشيعة بل حتى من قبل السنة، يؤكد أهمية الدور الإيراني في تشكيل حكومة. الآن هذا واقع الحال. السؤال اللي يسأل المواطن العراقي، كيف الخروج من هذه الأزمة؟ في أي نظام ديمقراطي أو شبه ديمقراطي لما البرلمان يعجز عن إيجاد حل، خاصة وأن البرلمان تجاوز المدة الدستورية يعطيه لها في اختيار رئيس الوزراء، اختيار رئيس الجمهورية، وفي بعد رئيس الوزراء، يتم حل البرلمان والعودة للناخب لمعرفة رأيه. الحالة العراقية وهي كالعادة حالة شاذة، لا يرغب البعض بهذا الشيء ويريد أن يأتي بحالة توفيقية تفرض على ذلك وذا. ومن أجل الضغط على تحالف الصدر أو الإنقاذ، إيران لجأت إلى الضغط على الأكراد عبر الاتصالات وعبر القذائف الصاروخية على أربيل، وبدأت تضغط على العرب السنة من خلال سياسة فرق تسد، انفتحت الأبواب لعناصر سنية كانت مبعدة لكي تحارب بواسطتها ما يسمى بالضد النوعي، ضد السنة المتحالفين مع الصدر. هذه كلها واضحة للرأي والمراقبين الدوليين والعرب في العراق. من يعيش في داخل العراق يخشى أن يقول هالكلام بصراحة لما يترتب عليه من مشاكل. الجانب العملي لكل هذا هو العودة إلى الانتخابات.